عاصي اليوم نسي مفاتيح المدرسة عندي فجبت له ياهن. شكرا. بالمناسبة ألف مبروك أختي ميرفت. كلك ذوق. تصبح على خير. ناريمان انزلي قولي لميرفت تجيب معها مقص وتجي. ايه طمنينا عنك خالتي، كيف صحتك؟ مقص. قليلي في شي؟ لا هذا جهاد. جهاد كان هون وعطاني مفاتيح المدرسة لأنه اليوم عاصي نسيون عنده بالمحل. أنت منيحة؟ أنا منيحة ناريمان، ليش حتى ما أكون منيحة؟ يعني بعد فترة أنا رح أتزوج من إنسان بيحبني ورح يسعدني، شو بدي أحسن من هيك؟ قال عمتي أخذ لها المقص، بدهم يقصوا الشريط. ها مشان المحابس، المقص المقص وين المقص؟ ها وهذا المقص. يمكن بظن إني توترت من الطلبة. روقي ولا تفكري. بحاول. شوفي أنا فهماني شو عم تفكري. عاصم بيحبك وأنتي ما عندك نفس الشعور، بس بالمستقبل ممكن يجي يوم تحبيه وتتعلقي فيه. قلتك رح حبه؟ معلوم. يعني بصراحة هاي المشاعر مغريبة عني، مشان هيك بفهم شو إحساسك. مزبوط. عاصم حنون كتير بيساير، الشغل الأهم يلي فيه ما بيزعلني بنوب، كل شي بطلبه بيعمله، كتير طيوب. وقت اللي بحاكي بشوف حب وحنية كبيرة بعيونه، بيعمل كل شي بيقدر عليه لحتى يخليني مبسوطة. ايه وقلبك؟ سألتي حالك كرمال مين عم يدق؟ ولا ما بدك لأنك خايفة من الجواب؟ وين سعادتك طيب؟ برأيي بتكون. يلا ساعة لحتى تجيبوهن لهالصينية والمقص، يلا اطلعوا بسرعة. يلا
خدي. الليلة أنت ونريمان بتناموا هون بنفس الغرفة، وليلى بتنام عندي، وهيك بيمشي الحال. أنا ما بدي إزعج حدا. لك ما فيها إزعاج، أصلاً منيح ليلى جابتك لعنا. يا عيني، وهي إجاني هلأ شكر بفضلك أنت. إن شاء الله ترتاحي بالنوم عنا. وهلأ تصبحوا على ألف خير. تلاقي الخير. ليلى، نور رح تضل هون بكرة كمان؟ ليش عم تسألي؟ أكيد رايحة. إبلا ما تبقى أحسن. مو طايقتيها بنوب يا حو؟ أعوذ بالله، بالعكس حبيتها. نور طيبة، بس خايفة من أهل المجانين إنه يعملوا لنا شيء. قصدك أهلها ممكن يأذوه؟ يلا فوتي نامي، بجيب كاسة مي وبجي فوراً.